يعني عايزين المباراة تسير في الاتجاه الصحيح ونخرج بمباراة نظيفة. فكانت مبادرة طيبة جدا من حضرتك سيادة المستشار. ان شاء الله. يعني هي يعني احنا ما التقناش احنا والاهلي، لكن متفاهمين في خطوط اللي احنا يجب ان احنا نتخذها قبل الجماهير. انا النهارده عندي اجتماع مع الانصرة ان شاء الله عشان اناشدهم، يعني لازم نخرج بهذه المباراه الى بر الامان، التشجيع يكون تشجيع محترم، نحترم الشخص المنافس ولا نخطئ، لان في ناس كتير بتسمع هذا الكلام خصوصا ابنائنا وسيداتنا. تضيف الى كده يعني الخوف ان لا يحصل نوع من التصادمات والمشاحنات، ودي هتترتب عليها اهدار المال العام او اتلاف المال العام والضرر هيعود على مصر، لان احنا لازم يكون عندنا نوع من الاستقرار والحفاظ على القيم، لانها ليست اخر مباراه احنا هنكون فيها مع بعضينا، بل في مباراه ثانيه جايه، ولازم نترك بصمه طيبه في هذه المره ان شاء الله بمساعده الامن الذي يبذل مجهودا قويا جدا في الخروج بالمباراه الى نوع وليست معركة مباراية. طب سيادة المستشار، خلينا نقول ان القمة وانا بقول عليها انها فرصة بالنسبة لمجالس الادارات في الناديين الكبيرين سواء الزمالك او الاهلي او ايضا للجهازين الفنيين او للاعبين او للجماهير، وخلينا نبدأ بان القدوة تبدأ من رئيسي النادي، أليس من الممكن ان تكون هناك مبادرة من حضرتك والكابتن حسن حمدي لنزول ارض الملعب ومصافحة اللاعبين قبل القمة والجهازين الفنيين مثلا يعني كتقديم نموذج قبل بداية المباراة نحو العلاقات الوطيدة والقديمة بين الناديين الكبيرين؟ هقول لحضرتك حاجة، العلاقة الحمد لله بيني وبين مجلس إدارة النادي الأهلي أو مجلسي كمان مجلس إدارة النادي ده كل تقدير وحب واحترام، دول ناس أفاضل يعني ما فيش أي حاجة تعكر الصف، لكن هو الخشية إن إحنا لو نزلنا الملعب برضو من تحصل أي نوع من الكلام يعني أو أنت عارف ساعات برضو بعض الأفراد ممكن يخرجوا على النص، إحنا يكفي إن إحنا قاعدين جنب بعض متعانقين او ما بنشوف بعض قدام الناس وكل حاجه، لكن هو المهم عندنا هو التوجيه الامني اصبح موجود دلوقتي واجتمع بكل من الاطراف من الجهتين. انا النهارده حتى المجموعه الزملكاويه وارجو برضو من النادي الاهلي ان هم يجتمعوا مع القيادات بتاعه الالتراس على اساس ان احنا برضو بنرفض الاحتكاك وبنرفض الالفاظ وبنرفض التشابك او الاتلاف او اي حاجه كده. طيب نروح لصفقه المعتصم سالم سياده المستشار، هل بالفعل الزمالك رفع المبلغ ل 3.25 مليون واوشكت الصفقه على الانتهاء بالنسبه لانضمام المعتصم الى القلعه البيضاء؟ هو مش هي رسمة او شكتش على الانضمام، لكن احنا داخلين في عرض احنا قدمناه، طلبوا زياده، زودنا حاجه بسيطه، لكن في انديه ثانيه داخله وبتزايد، ودي زي ما بقول لحضرتك يجب ان يكون نظام الاحتراف سقف محدد، لان لو ما اتعملش هذا السقف المحدد هذه الانديه خلاص بدات تئن من الفزع المالي والمطالبات الماليه، ما بقاش نادي الزمالك بس اتدخل فيها الاهلي ودخل فيها الاسماعيلي والاتحاد والمصري، واصبح الاعتماد على رجال المال كقياده او رئيس مجلس اداره، ودي برضو بتخفي القيادات اللي هي من الممكن تقود بالفكر والرؤيه الصحيحه. اتمنى يعني ان يكون تدخل الاتحاد، احنا عايزين الاتحاد هو اللي يتدخل ويحط لنا سقف محدد يعني، لكن كده العمليه خرجت عن كل الحدود، يعني مثلا انا مثلا اي حاجه هتيجي دلوقتي هصرفها على لعيب بغداد واسيب عندي مبنى اجتماعي عايز يتعمل عند مساحه 125 فدان في 6 اكتوبر واقفه خالص ما فيش اي حاجه جديده، يعني اصبحت الكوره بالذات ودخلت الالعاب الثانيه كمان تمتص الموارد النادي. شكرا ليك سياده المستشار.